صباح الخير. تاني يوم العيد احنا طالعين على ليجو لاند اليوم، فانا وياكم هلا بدنا نفوت بسرعه على المطبخ ونحضر وجبتي اللي رح اكلها هونيك، لانه رح تكون وجبه واحده. فيلا اوكي، رح بلش بالوجبه اللي رح اخذها معي، وهيدي ملعقه من الزبده كبيره رح اسوحها. اوكي، هلا رح اضيف رز القرنبيط اليوم مع بعض. اوكي، كمان رح اضيف بودرة الثوم ملعقة صغيرة، بودرة البصل، بابريكا، اوكي عندي هون قطعتين سمن، رح احط كمون، نسيبهم شوي شوي ما ضبطت، اخذ من هاي احط على هاي. اوكي، هلا رح احط ملح، هاي واخيرا رشة زيت زيتون صغيرة على كل وحدة، وهلا رح فوتهم بالفرن لتقريبا شي 10 دقايق بس. وهلا رح اضيف 100 جرام من السبانخ عشان ناخذ كبار ورقيه، ورح اتركهم بس كم دقيقه وبكونوا صاروا جاهزين. اوكي، سو هيدي الوجبه كامله. بعتقد رح تكون وجبه وحده اليوم، لما طلع على بالي اخذ شيء على الهاي، وبعد كثير بكير بعد الساعه 8:30، سو اني رح نغطيهم بهي الورقه عشان نحاول احفظ الحرارة. وبعدين they are.